برضه خلينا نتكلم معاك ان امبارح في المباراه واحد بصراحه من اهم اللعيبه اللي موجوده في تشكيله نادي الزمالك في الوقت الحالي ناصر ماهر. طبعا ناصر ماهر بيقدم بصراحه مستوى كبير جدا مع نادي الزمالك. امبارح يعتبر يعني هو رمانه الميزان مع عبد الله السعيد. بالظبط من انجح الصفقات لنادي الزمالك خلال الميركاتو اللي فات. بقى متخصص نادي الاتحاد، احرز هدف في الدور الاول، بعد كده دلوقتي في المباراه الثانيه هدف كمان ممتع، هدف صعب جدا. عايز اقول لك ان هو هدف صعب جدا. لعيبه نادين تحب الكره تروح الكره تحت رجليه. عنده توازن كمان. بالظبط الكره تحت رجليه، يعني يمتعك كلاعب جنبه ويمتعك كجمهور بتتفرج عليه. فناصر ماهر برضو يعني مبروك انضمامك للمنتخب، تستحق الانضمام للمنتخب، وان شاء الله باذن الله يكون ليك دور مع منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. فبرضه نادين واحد من اهم لعيبه نادي الزمالك، كنا لازم نديله حقه بصراحه، وهو مقدم يعني مستويات مميزه جدا زي ما قلنا، ومن اهم صفقات نادي الزمالك. والحقيقه تحس ان برضه مستر خوسيه جوميز كده ادرك ان لاعب زي ده لو قدر يحقق لي المواقف المناسبه ان هو يقدر يستلم ورا خط وسط المنافس، فهيقدر ان هو يصنع خطوره كبيره جدا ويتالق بشكل كبير جدا ويسجل. وده احنا فعلا شفناه في الهدف الاول الرائع اللي سجله امبارح ضد الاتحاد، وزي ما احنا قلنا طبعا اللي بيسجل ضده بالتخصص بعد ما سجل في لقاء الدور الاول. الحقيقه يا جماعه كل لعيبه زمالك كانوا هايلين امبارح، وكانوا مركزين وكانوا نازلين علشان يكسبوا، وده الاهم، وده اللي احنا شفناه وحسيناه من ادائهم وحسيناه من الروح اللي هم ادوها لنا داخل الملعب. مباراه كانت ممتعه فعلا، ما كانش فيها تضييع للوقت، نازلين حاطين قدامهم مباراه سريعه ما بين الطرفين جدا، وما كانش فيه اي تضييع للوقت. ما شفناش يعني اللعيبه مش مركزه ولا بتضيع وقت خالص، بالعكس، وكان في رغبه واضحه كمان في الفوز اترجمت في ارض الملعب. فكان ده اللي خلانا ننتصر، وننتصر انتصار مستحق كمان. كانت شخصيه الزمالك باينه نادين من اول 10 دقائق. نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك نازله عايزه تكسب، نازله عايزه تحرز هدف من الاول. بس برضو بمناسبه الكلام عن نادي الزمالك واللي انت بتقولي، اللعيبه كلها بصراحه نازله وعارفه هي عايزه ايه من المباراه وعارفه هدفها من المباراه. واحد من اهم اللعيبه احمد فتوح. احمد فتوح رجع لمستواه تاني. صحيح. احمد فتوح امبارح كان واخد تعليمات من مستر جوميز، بيعمل حاجه مميزه جدا، ان الكوره اما تبقى مع نادي الزمالك احمد فتوح بيضم في نص الملعب وبيبقى موجود في عمق نص الملعب. احمد فتوح واحد من اللعيبه اللي عندها حلول. احنا شفنا والله يا خالد حريف جدا، كل اللعيبه امبارح نازلين، بس فتوح طبعا بالذات لو انت بتتكلم عليه فانت عندك حق. طبعا احنا بنشوف فتوح يعني بياخد حريه كده في خط النص، لعيب كوره. طبعا لعيب كوره، لعيب كوره وماشي مختلفه عندك في الفريق. فامبارح بصراحه طبعاً. هو لعيب كمان باسير جيد جدا في نص الملعب. شفنا امبارح هو ودونجا دايما كانوا بيعملوا، ومع مستر اوسويو كمان لو تفتكر بالزبط. كان بيعمل ادوار مركبه. لا لاعب مميز جدا، يعني امبارح كانوا بيعملوا مثلثات ومربعات مع بعض، هو ودونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر. فدي برده من الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله تفرق مع احمد فتوح وتفرق مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. لكن احمد فتوح مع ناصر ماهر مع عبد الله مع سيف الجزيري ادائهم ممتع بشكل كبير جدا، وان شاء الله يكملوا ويفضلوا على هذا المستوى باذن الله فترة التوقف اللي جايه باذن الله بمستر جوميز. نادين عنده وقت اكتر وعنده حلول اكتر ان هو كمان يدخل لعيبه ثانيه باذن طبعًا. الله تفرق مع نادي الزمالك الفتره الجايه. طبعا طبعا بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق في القادم من المباريات وفي مسابقه الدوري، اللي طبعا زي ما احنا اتكلمنا انا وخالد ان هي مهمه بنفس اهميه الكونفدراليه، ومهمه بالنسبه لكل جماهير الزمالك. لازم يبقى في تركيز، ولازم تنزلوا كل مباراه عاملين حساب للمنافس، سواء كان المنافس ده بالنسبه لكم منافس كبير او منافس صغير، ولكن لازم تبقوا عاملين حسابكم، لازم تدرسوا كويس قوي المنافس بتاعكم وتنزلوا عندكم تركيز كامل. ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق في القادم وفي المباريات القادمه، ونشوف كده نادي الزمالك في مزيد من الفوز ومن الانتصارات. عايزين نقول من النهارده ان شاء الله احنا كلنا مع منتخب مصر. طبعا طبعا منتخب مصر بيجي الاول، بعد كده بيجي اي فريق داخل مصر.